نحن الآن وسط سوق الملابس بمدينة عتق، أحد أهم الأسواق في هذه المدينة، ويظهر كما تشاهدون جميع المحلات المغلقة، وذلك استجابة لقرارات لجنة الطوارئ بالمحافظة بعد أن أقرت مساء أمس بإغلاق كافة المحلات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها السلطة المحلية ولجنة الطوارئ للوقاية من فيروس كورونا، باستثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات التي ما زالت مفتوحة. كما تشاهدون الحركة تكاد تكون ضعيفة والمحلات مغلقة بشكل كامل. هناك تجاوب كبير جدا من أصحاب المحلات التجارية في إغلاق هذه المحلات استجابة لقرارات لجنة الطوارئ بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. أبو بكر حسين لقناة بلقيس، شبوة.